دخلوا عند ماماكم. سير دخل سير دخل باش ما نشدوكش. دخل عند ماماك. حاولي حاول اجي يا بابا دخلوا لداخل الهيئة، دخلوا لداخل الهيئة باش ما نشدوش لكم وجهكم. دابا هاد البيت هو هرسوه. وعرفت البيت عاد 100 درهم كيما قال لي البوليس. بابا بابا شحال من واحد دخلوا لك هنا؟ 6 عيالات. ضربوك انت؟ اه. انت مضروبه؟ اه انا تضربت انا. وضربوها هي. ضربوا حتى البنت؟ ضربوها راه هو اللي خرجها جا لمو هنايا دخل عليها حتى خرجها عليها. شكون؟ هو هذاك اللي مصاحب ما هو اللي جا خرجها فكا من عائلته. ان شاء الله كنشوفوها في الافلام هادشي. لا اله الا الله. لا اله الا الله. اذا مشاهدي قناه شوف تيفي مرحبا بكم في هذا المباشر دائما من مدينه الدار البيضاء، وهذه المره من منطقه مولاي رشيد مسيره 3. القصه شويه غادي تجيكم غريبه. هذا السيد اللي امامنا ام عازبه 4 ديال الوليدات، البنت الكبيره اللي عندها 14 سنه، 13 ونص باقا ما كملاتش 14 سنه، يلا بادي في الدنيا مصاحبه مع واحد تمشي في العمر ديالو 18 سنة. 18 ومصيب لاكارت. مصاب لاكارت 18 سنة. العائلة ديالو كيقولوا ليها شدي بنتك على ولدنا. عام وهي انت عارفاها مصاحبية وياها. ما عمرني شفتهم انا تجي امو تتحيي حتى نمشي. اش كتقول لك؟ تتقول لي بنتك غندير لها غنفعل لها غنضرب لها يلا نمشي انا وياك البوليس يلا نديروا شي حل. ما تدير معايا تتقول لي سيري انت وديري انت وفعلي انت. انا عندي 4 الاولاد من غير هي عندي الدراري الصغار. اها فهمتي انا عندي خويا الدراري الصغار وعندي الكرا دابا تفكاري بابا انا غير الناس اللي تيعاونوني فهمتي اللي تيعاونوني في هذا الشيء ما عنديش الوقت انا لهذا الشيء. عندي المشاكل اللي ما حياتي كلها مشاكل حتى اليوم البارح جاو عندي مع 12 ديال الليل انا ما تنهضر لا مع امو ما عمرني ما يدي ما جات في يديها ساكن حدانا ما تنعرفها ما بيني وبينها ما عمرني شفت فيها ولا شفت تجي تتعايرني تتمشي المهم ما تدخلش عليا تجي تتعاير تتمشي علاش تتمشي تتعاير على ولدها تتقول لك بنتك تتهضر مع ولدي بنتك تتهضر مع ولدي وانا علاش غتقتلني انا علاش دابا دخلت عليا ودارت عليا هاد الحاله شنو درت ليها دخلوا لك اليوم دخلوا عليا البارح جاوني مع 12 ونص ديال الليل اش قالوا لك جات عندي جداه وخالته وبنات خالته جاو عندي دقوا عليا مع شي 12 ونص ولا ما سلام سلام حليت الباب تخلعت قلت لها شكون قالت لي شوف راه بغينا نجيو عندك غدا علاش علاش قالت لي بس زعما كاين ناس نخطبوا ولا نديروا شي حاجه وهذه وهذه قلت لها اختي خلعتيني تخطبوا يخطبوا بنت عندها 13 سنه اه سمعي خلعتيني قلت لها سيري اختي تيصبح الحال والعتاق يدير ملاق انا صحاب موشي مشكل ملي شفتهم جايين فين هو الاب ديالهم؟ شكون؟ راجل بات ولادك فين هو؟ ما عنديش انا الراجل ميت وما صوبتي لا وراق ليهم لا والو ما تنعيش في الكوشكي نكملوا هذا الفيلم نخليوه الاخر هذا الشيء ديال الوراق اها ملي اخويا ملي جاو عندي داك الشيء قالوا لي حنا غدا غادي نجيو عندك باش نخطبوا يجيو يخطبوا يجيو يخطبوا قلت لهم سيروا ناعي انا درتوني خلعتوني صافي سيروا صافي سديت الباب جيت تكيت انا ما فهمتي انا ما استوعبتش هذاك الشيء اللي غايجيو قلت انا راه غير داوين وهذاك الشيء كيما العاده هما ما عندهم في العقل ما نديرش راسي فيهم بلا ما نتبعهم نقول لهم كيفاش اجيو اجيو نجلسوا ونشوفوا واش الدريه باقا ما عندهاش حتى ورقه ما عندها حتى ورقه باش غتكاتب هاد الدريه ما خصهم غير تديوها تحيدوها لي ولا تكرفصوها وانت ما هضرتيش ما قلتيش لها شد راه عيب يعني 13 سنه باقا صغيره ما فاهمه والو ما عارفه والو انا جايك الهضره ما فيهم والو انا مخلوعه انا ما نقدرش عندي الدراري الصغار وبنتك هضرت معاها بنتي ما بغاتش لا بنتي ما بنتي ما مستوعباتش هادشي الدريه باقا صغيره ما تتعرف حتى شي حاجه الدريه باقا بنت واش فهمتي الدريه باقا بنت ما مبنيه ما والو انا شفت عليها العذاب
انا دابا عاد باش فين هي بنتك دابا؟ فين هي؟ راه هي كاينه عند الجيران بزز باش حيت كانت حيت وقع مشكله مشات ليا بنتي راه سول البوليس راني يلاه جيت من عندهم حيت حنا الدري ملي شاف مو قد جات غتقتلها البنت جا دخل على مو دخل ودخلوا كتب حتى هو دخل وشد البنت وهربها هو والجيران كل ما هربوهاش غتموت هذه الام ديالو الام ديالها صافي خويا مني مع الصباح هي تتقسم في مي على تنايا في البوطاجي انا جالسه تما هي باقي ما فطرنا ماشي فهمتي باقي ما كاينش شويه تتبان لي عندي واحد جارتي واحد الدريه هي جارتي تدخلت علينا الدخله اللي دخلت شدت فاطمه الزهراء من هذا نقزت انا من اللي وقفت ملي جيت نوقف نهضر مع المراه لقيت خمسه واقفين ملي نهضر مع المراه تيشدوني هما وبنتي تتاكل في العصا ملي نهضر ملي نشد ملي نشد انا ملي نشد المراه صافي بغيت زعما كينات بغيت زعما انا ندافع على بنتي ولكن اخويا الجهد كثر من جهدي كذبش عليك الجهد جاني كثر من اكثر دابا الجو يخطبوا ها ولا تتقول لبنتي يلاه ندير لك التحليله ديال التحليله هي باقا بنت ديال التحليله ما عرفتش علاش بغات دي بنتي قالت لي ولا بقيتك حامله غندير لك الكورطاج بغات ديها صحه بغات تخرجها عليا من هنا صحه الدريه واه شي نهار تسمع والدريه ما الدريه ما وقع لها حتى شي حاجه الدريه باقا صاينه ما عندهاش شي مشكل ما حامله ما دايره 13 باقا ما كنبغيش واش دابا حنا كنتكلموا على سؤال 13 سنه وكتجيب لي الحامل وكتجيب لي راه هي قالت لي غنديك وقالت لي غنديك دابا قالت لي دابا يلا ديري لي التحليله تكوني حامله نوضي دابا يلا الا لقيناك حامله غنديروا لك الكورطاج الصحه خايفين على ولدو بغاو يقتلوا بغاو يقولوا يقتلوا لي بنتي والدري ما طاري ليها والو تكرفست انا وتكرفسوا الجيران وتكرفسوا الطوموبيلات وباغي انا راه ما عنديش فين نمشي انا راه ما عنديش فين نمشي انا راه ما غنتحولش من هنا اللي بغاو يجيو يقتلوني عاوتاني يجيو يقتلوني صافي هادشي اللي كاريه ولا شاري هنا كاريه ب 24000 ريال فاش خدامه انا تنكت في الحمام دابا تنترزق على الله علاش على ولادي انا ما عنديش ما عندي لا عائله ما عندي حتى شي واحد ما عندي عييت مات الحياه ما كذبش عليك عييت انا ما بقيت قادره بحال هكا دابا انا حاضره لي الوقت عندي 4 كيسان تيعاونوني الناس من برا شحال واحد عاونني من برا تيعرفوني الناس تمت توبه نصوحه علاش على هاد الوليدات ما بغيتش نعطيهم ما بغيتش نفرط فيهم جالسه معاهم هادو الاب ديالهم واحد اش غنقول لك قصتي انا بوحدها انا بنتي دابا ما بغيتهاش يوقع عليها داك الشيء اللي وقع ليا بنتك عندها شي حاله مدنيه ما عندهاش حاله مدنيه ما عندها حاله مدنيه ما عندها ورقه ما عندها حتى شي حاجه عندها ورقه ديال السبيطار باش ولدتها هي وخوتها دابا بلاتي دابا دوختيني دابا البنت 13 سنه ما عندها لا ورقه لا خلق لا والو والو ما عندهاش وفين غاده ها فين غاده شكون اللي فين غاده انت فين غاده بهاد علاش ما قديتيش ليها انت انا غاده فين غنمشي انا جلست انا جلست دابا وباب ولادي شوف فين وليت انا جالسه وهاد البنت ديالك كبرات انا قدرت عليه في هاد البلاد هادي هو ولادي ما فرقتهمش ما عطيتهمش درت فيديو ما كاينش اللي ما بغاش ولادي عطيوني الولاد عطيني الولاد وبغيتي تساعدني ساعدني انا خويا الله يرحم لك الوالد انا براسي ما عندي دابا لا لاكات خويا واخدني الحاله المدنيه عندك خوت شردني عندك خوت حتى هما شردوني هما كتبت لها حقي حتى هي داتو ليا وصافي ما بقى والو عندي عندك بقى الوالدين ديالك حل الحياه عندي امي كتبت لها شويه خزنت وعدها في واحد الحقيقه باعته وصفاتها لي انت كتبتي لها انا كتبت لها على قبل حيت امي شنو كان عندك كان عندي حقي بدار ياك اخويا ودابا انا عرفتي اللي تنطلب تنطلب شي واحد يعاونني على هاد الناس الطاغين وعندهم مرشح في المسيره سميتو جميله الا كان يسمعني من هاد المنبر راه غنقتل راسي ونقتل ولاد خلي ولادك في التيقار و تخسر ماي لان شوف حيت مني ولينا بحال هكا في هاد الدراري اصاحبي الحكره حتى واحد ما غادي يبغيها بزاف اخويا المخزن دار معايا اللازم غير هما دابا راه ما قدروش يمشيو عندهم او يشدوهم ولا هادي ما فهمتش انا يعني لان الدار هادي كلهم فرقعه ما فهمتش انا هاد الحرب اللي هو المغرب شوفوا ها انت خويا انت واش غتخزن عليك قلت راه ما داوش ليا شي حاجه راه ما عنديش شي خسارات راه تنفاز 100 درهم ها هي شاء الله عاد عيب الله هي عيب الله راه تنعيش مع تقرا الزيت علاش انا قبل ولادي رانا كل باغا هاد المشاكل وباغا هاد الشيء كره الزنقه كره اللي ما شديتهم
فرقش حيت ما عندهم حتى شي ذنب هما. انا ما عطيتهمش لشي واحد، انا ما عطيتهم حتى شي واحد، ما عطيتهم الخيريه هزاهم والو، وقفوا معانا دابا فهاد الحكره. دابا من غير هاد الحكره هادي غادي يكون لها حل، يعني انت دابا مشيتي درتي الشكايه ديالك كل البوليس ياك، درتي الشكايه ديالك خويا وتعاملوا معاه الله يرحمهم الوالدين، لان تيشوفوا الدراري الصغار تيضرب فيهم هاد المرايات كلهم دازوا على خو ولادي، راه ما جاب الله. هما كانوا حاضرين هنا؟ ايه راه كانوا تبقاو تحاس هنايا، بقاو هنا ها وما كاينش اللي خرجهم، ما قدروش يخرجوهم، منين يخرجوهم؟ اش غنقول لك وخو هاد الدري تيبكي خارج ليه عقله. الصغير ولدك الصغير شحال في عمره؟ عنده دابا 3 سنين وهاد الدري عنده 4 سنين. والثالث فينا هو الثالث؟ الثالثة درية تا هي شحال في عمرها؟ راه ولا نقولوا لها قبيلة سيري عاد البوليس عندها دابا 10 سنين، يقولوا لها اسيري الجيران مساكت، يقولوا لها اسيري عند البوليس، الدرية خايفة ما قادراش، شافت البوليس هربت بزاف اخويا، زعما راه 6 العيالات وانا وسط منهم ولادي، وتتشي يرمل لي هذا ما خلاتش هادشي كله ما خلاتوش، عندي 4 الكيس انا عباد الله، ما قادينيش شاف ولادي، ما قادينيش شاف ولادي، شوفي قامت اخويا تنطلبها وتنجيبها، هانت اخويا هانت هانت اخويا قامت هانت، علاش جايبه شويه التحميره تجي وحده دير لك بحال هكا، علاش كاينه السيبه تتقولي سيري عند البوليس، سيري عند البوليس، تنعيط للبوليس ما تيجاوبنيش، علاش هذاك 19 ما عرفوش فين كاينه انايا، هادشي اخويا اللي كاين صافي. انا باش نخوي البلاصه انا جلست في الزنقه 12 يوم واحد العام، ما كاينش اللي 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 شاف فيا، ما كاينش اللي غادي يعقل، ما كاينش اللي غيعقل عليا، ودابا الناس معاونيني في الكراب، علاش تيشوفوا تيروفوا عليا شي ناس الله يجازيهم بخير والله يرحم ليهم الوالدين، ولا شافونا راه غيحب. ولكن من غير هذا المشكل اللي وقع لك اليوم راه خاصك تقدم البيدات الوراق ديالهم، خاصك الدراري مخونو مشكل خور عندي انا دابا، الا بغيت نصايب ورقيه، الا بغيت نصايب ورقيه راه خاصني فهمتي، خاصني مشكل صافي هادشي اللي حيت البنت 13 عام راه ما بقى لها والو، تكبر هي غدا كتكبر ان شاء الله تبغي تزوج وما تبقاش من خولو، ما كتقراش عمرها قرات؟ قرات حتى الابتدائي الاول، لان قلت لك انا راه كنت تندور انا وياها، حتى انا راه ما كنت دابا البنت تي عاشت معايا واحد الظروف فهمتي، غير هي الحمد لله دابا، علاش انا تنقول زعما كاينه شي لابان شي واحد شي حاجه باش يساعدني وقف معايا في شي وراق، ولي يشوف لي الناس يدوموندي لي الوريقات من السبيطار، واش فهمتي هادو زعما نشوف كيفاش ضروري اول حاجه حنا ما ندوش على هاد المشكل اللي وقع لك اليوم، ولكن المشكل الكبير اللي عندك قبيله مشكل، تيقول لي راه لي الحاله المدنيه، احنا رجعنا لها قال لي عطاني المسكين هذاك الحاله المدنيه، قلت له خويا راني ما عندي لا ورقه لا جوج، انا ما عنديش دابا، انت علاش دوك يقول لك هادو ماشي ولادك خاطفاهم ولا عندي الوراق باش والدهم، عندي الوراق ما يديروا لك والو، دوك الوراق خاصك دير لهم الحاله المدنيه ديالهم البنت بعدا، يعني راه غاده في الكبر يعني 13 عام رغم دعينك 13 عام ونص، 13 عام غمضي عينك تلقى عندها 18 عام 19 عام، لا كتب ليها الله تبغي تزواج بغي، دابا تلقراي ما قراوش، دابا هادو الوليدات ما غيقراوش لك، ما تيقراوش انا خويا الله وفرت لهم هاد الشيء، الله وفرت لهم هاد الشيء، موفر عليهم ها حنا فين ولينا، انا غير الله وفرت لهم كيما قلت الناس، انا الله توفر لهم ما ياكلوا وفين ينعسوا شي حاجه اخرى ما كاينش، لا حول ولا قوه، نقول لك الصح وتقول لك شي حاجه خويا نكذب عليك، واش نمشي نشفر انا تسلفت 120000 120000 تسلفتها كنت في الزنقه، صيفطني مولاها بشهر ديال الحبس وجات لي ثلاثه الشيكات، منين جاوك الشيكات؟ غيعرفني هو اللي قال لي سير جيبي الشيكات، وكان عندك شيك؟ ايه مشى قال لي سير جيبي الشيك ونعطيك الفلوس، وهاد الفيديو راني درت راه شكيت بهاد السيد ياك، وعيط ليا ودابا ما عرفتش شنو تا هو تيدير، يلا غير باش هذا عاد غادي نوفر لهم انا المدرسه، نوفر لهم هادي السكنه ما توفرت لهم، خاصني في الصباح خاصني 24000 دابا من نهار 19 خاصني نديرها، خاصني نخلصها منين غنجيب 24000 قبل من الازمونه تنعيش بحال هكا، ما نقولش لك كورونا ولا هذه، انا ديما عايشه بحال هكا، انا تغدينا لا اله الا الله، خرج 2020 خرجي 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 دغيا ما تعطليش، لان كل نهار كنسمعوا اخبار هادشي ما كيفرحش، انسان حشومه علاش هادشي كله حيت معدي لا راجل لا خوت لا ولاد، حتى انا كون عندي ولدي كبير وعندها خوها كبير ما يوقعش لها هادشي، انا بوحدي واخا نكون يهودي انا ما يطراش ليا بحال هكا، اش عندي انا اللي غتهرسي لي هادي، هادي دابا تهرس دابا علاه غتحرمي هاد الدراري باش يتفرجوا، اه يعني تنبيد الصغار دابا ما عندهم فيش، انا البوليس قال لي اش عندك من خسارات، قلت لي ما عنديش خسارات، قلت والله ما عندي الخسارات، قلت لي شنو من الخسارات اللي عندي، هو التلفازه فين يتفرجوا الوليدات الصغار،
تيجمعوا تجمعوا مع الشتا وتجمعوا مع ولكن اخويا انا تيكوتيت الحياه طلبت عمري طلبت مشيت تحت الحيط باش ما نبقاش بهذا الشيء وجهي ما بقاش يهمني وجهي وليت تقول ما تشتي ما خصنيش انا نكون بحال هكا ما كبرتش هكا وليت بحال هكا ما قدرتش اخويا نصبر على ولادي ما نكذبش عليك ما يمشي كل شيء بخير ونبقى لهنا ونجلس ما قدرتش وما اليوم ولاد وليدات صغار لان انتم ضحايا ما والله يغلبك على الزمان الله يغلبك عليهم ما غير دابا شي كرسي بوطي غيتفرقع عليا عندي عمليه ما ندوز ما تنديرش راسي الا ما درتش بوماده بوحدها صرامي هاي بوماده قبيله خسر زمعت كيفاش تقطعوها هذا الفريد ديالي دابا ديال المعده هذاك او دي سانس 600 دابا ما شربتوش ما تنعش وكنا قربت لك والعمر ما يجيش عندك والعمر اديتك والعمر ولدك جا عندي ولا تنهضر لك مع ولدك احترميني راني ام حشومه حنا ماشي فهمتي ما عفاكم نحاولوا كيف ما كانت الظروف يعني اللي عطى الله عطاه والوليدات تزادوا وما كاين لا ورق لا والو فنتمناو غير هاد الوليدات ما يضيعوش من هنا للمستقبل الاقل البنيه بعدا هي الاولى خاصها الوراق 13 عام ونص وباقا ما عندها لا خلق لا حتى شي حاجه صعيب الامر دابا طلبوا ليها الحاله المدني باش عرفوا واش الام ديالها ولا شنو كتجيها شوف الدري كيفاش كيلعب شوف غتجرح اولدي غتجرح يوسف ها هو هضر مع الدري يقول لك هذا الدري صغار ما حيد لي وجهه حيد لي وجهه وسولو وتشوف واش يعرف الدري ولا ما تيعرفش قول لي شنو وقع لينا يقول لك اش دار الله يخليهم ليك والله يحفظ عطيني الرقم ديالك عفاكم نحاولوا غنكتبوا الرقم ديالها اللي باغي تساعد مع كيف ما كانت الحال عندها وليدات صغار الوليدات الصغار ما عندهم حتى شي ذنب في هذه الحياه يعني حتى باش غادي تفرجوا كيف كتشوفوا التلفازه الفراش ما كاينش حتى حاجه ما كاينه وقيلا هذا السطح هذا ولا شنو المهم دايره لي غير دايره هادشي على قبل الشتا باش ما دايره الزنك تما المهم اللي باغي تساعد مع مرها الدار كلها مكرفصة المهم الله يفرج على كل واحد يا ربي عطيني عفاك الرقم عندك صافي عطيني بلاتي بلاتي الرقم هو 06 56 35 99 13 هذا هو الرقم ديال هاد السيده اللي باغي يتساعد معها فوالا الرقم هو كاين دابا شالي عفاك الضو ولا شافني خويا شي واحد تعذب مع الوراق ولا يدو مع المخزن يتعاون معايا في هاد الناس غيقتلوني درتي شي كاي ديالك درتها غيكون خير ضروري غادي يجيو يستدعوا لان هذا كيتسمى هجوم على مسكن الغير حيت جاو عندي مساكن هنا هما اللي داوني في الطوموبيل ودو معايا الدراري الصغار فنتمنى من رجال الامن تما ياخذوا بعين الاعتبار هذه الحاله وهذا الهجوم اللي تحت ما غادي تقبلوا راه كاينين سيارات مهرسه على برا العيالات تهرسوا في الطوموبيلات تما هرسوا العيالات ومن الدار كلها العيالات راه الله يفرج عليك يا ربي انت دابا شوف اول حاجه نساه هذا المشكل هذا ضروري غيكون عنده حل وراك تفكري ولادك غادي يكبروا لا وراق لا حتى شي حاجه كما هي كبرت دابا بالوراق وهي راه مازال خاصك هي اللي تزربي يعني ديروا لو ماكسيموم لان اللي مشات وكتب الله لا دابا قالوا لي البوليس داكشي قالوا لي زعما كاينات الله ما تمشي الخيريه شكون اللي تمشي الخيريه علاش تمشي الخيريه كيفاش بغيت تهرب من هذا الشيء كله نهرب عليك والخيريه غادي طفروا تما مقابلين مقابلينهم بعدا قالوا لك زعما فيهم جمعيه ولا شي حاجه تشوف ما كاينش كيف دارهم حداك انت اللي خاصك تقابليها ودير لها العقل ديالها ما حد باقي صغيره وباقا بنت فوالا كيف قلتي خدمي عقلك وهضري معها وعيها راه هذا الشيء ما عنده فاش غادي ينفع انت راك جربتي ياك انا ما غاخرجش انا اللي قالت شي حاجه خايبه وتكرفص في حياتي وكرفصوني والدي وخوتي وكل شيء وتعذبت ووصلي لها وصلي لها داكشي اللي عشتي انت انا ما لقيتش الام انا ما لقيتش ام امي موظفه وواعيه ولكن ما كانش عندها العقل ما شداتنيش انا با خلى عندي 10 شهور ياك تكرفص انا 7 سنين
تنجف في الدرج 14 سبع سنين. عمر امي انا ما شرات لي شي حاجه. عمر امي انا راه طلبت، انا عمرني ما كنت نطلب اخويا حتى وليت نطلب. عمرني ما عرفتش شنو هي نطلب، فهمتي؟ والله ولكن عمرني ما تصورت راسي غنمشي نطلب. وطلبت على ولادي وشاداو، وطالبه مالطه من هنا وطالبه براد من هنا، وراهم جينا نسولهم ياك. وهي نشري لها بيجامه، نشري لها كريدي، نشري لها ما تلبسهاش انايا. واحد بنتك يعني غتبغي تعاودها على داكشي اللي ما عشتيش انت مع الوالدين ديالك؟ الله يفرج على كل واحد يا ربي. انت خويا تنجلي لها الحوايج زعما على قدر المستطاع باش ما تمشيش ليا لشي بلاصه، فهمتي؟ غير تكبر شويه دير 18 عام. وصلي ليها هذاك الشيء اللي عشتي، وصلي ليها مزيان. تكوني بنتي قلت ليها وعمري عليك خساره. انا معاك. ما قراتش؟ ما قراتش. ابتدي لو كون كانت باقا تقرا ما غيكونش عندها هذا العقل. واش فهمتيني؟ الدريه باقا صغيره بزاف، ماشي من دوك اللمسه القطعات وهذه تلو دار صافي. انا مقدره، عجبه انايا، عجبه انايا هادشي. اذا ما لقاتش اللي غادي يدير لها عقلها ولا يشرح لها. انا طبت، انا بعد مرات تيكونش عندي الوقت تنجي لهذا، تنجي الله تصورت في. فين كتخلي ولادك بعدا؟ فين كتخليهم؟ تخليهم في الدار وكتخرج تقلب على راسك. تدي معايا واحد صافي، حيت الناس تما تيقولوا لي دابا البرد والشتا ما تبقايش تجيبي معاك الدراري تتكرفصيهم. وما لي موالو هاد وليدات هادو دابا. خويا راه كرهت حتى انا، راه شوف راسي انا راه مشيت مكرفصة، راسي انا مكرفصة حتى انا راه ما باهم. مات ولا باقي حي؟ لا ميت هذاك الشيء. متأكدة؟ با تفطم الزهرة ميت. وهادو؟ هادو المهم عاد مشاكل اخويا. انا با تفطم المهم خلي داك الفيلم بوه وهادو. اخويا هادشي انا دابا هادشي كله درت راسي بحال ربع سنين وانا جالسة دابا. انا ما نكذبش عليك، ربع سنين وانا جالسة تنصلي، فهمتي؟ تعاشرت مع ناس، مع ناس عقلهم داروا لي عقلي بزاف، ولكن دابا تحضرت صافي. هادشي ما فهمتش انايا. الله يغلبك على الزمان، هادشي اللي غادي نقول لك. الله يغلبك على الزمان، لان هذيك المسؤوليه شويه صعيبه. وليدات مازال صغار، خاصك توكليهم وتشربيهم وتقابليهم. الله يغلبك عليهم يا ربي. إذن مشاهدي قناة شوف تي في، تقيس على راسك، بارك الله منك. قسما بالله على العامين درت فيديو، وحتى الله تيصيفط لي كل شهر، تيصيفط لي تيعاونني صراحة في سبيل الله. لكن ولاد الناس عمرني ما شفت وجهه، ولا عمرني عرفت، ولا تيصيفط لي سكين ديك البركة على قبل الكرة باش أنا كريت بهاد 24، لأن ما تيشدوهمش ليا في بيت، ربعة ما تيشدوش ليا في بيت. كريت هنايا دابا تصوري، الا قلتها لك انا بعدا عندي مشكل. دابا الراجل المسكين تيصيفط لي نهار 14 وصيفط لي دابا داك النهار في 14، ودابا وصلت 14 و15 واليوم 16 وما صيفطش ليا. الله يحسن عليه والو مسكين. شنو واقع له؟ فهمني تا دابا تحديت، راه مشكل عندي انا. واحد الانسان معاولك عامين ونص، هو اللي هز لك الكرام، هو اللي هز لي الكرام. ما بطاقتيش تذكري ب 24 انا. هو مسكين شافني في الفيديو، الله يجازيه بخير يا ربي، بغيت ربي يحفظه. تيقول لي تكون يكون خير يا بنتي، دير خير في الدراري وربي. شوف 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 باش كيلعب، شوف باش كيلعب، شوف شوف شوف. ربي اللي غادي، ربي اللي غادي، اللي غادي يجازي. بابا راه الجاج هذاك. ودابا ما عرفناش مسكين تا هو اش طاري ليه ولا هادي. لا اله الا الله. إذن مشاهدي قناة شوف تي في، شديناكم معنا قصة مفاية هذه باختصار الحقرة. الناس اللي التحقوا بنا في هذا المباشر، فهاد السيدة أم عزيبة ربعة ديال الوليدات، بنت البنت الكبيرة اللي عندها 13 سنة ونص، ربما عندها ما فهمتش واش نقول مصاحبة، عندها علاقة، هي باقا صغيرة كيفاش تكون هاد. المهم مع شي واحد عنده 18 عام ونص، العائلة ديالو كيتشكاو من الام ديالها، كيقولوا لها شدي بنتك. هي كتقول لهم انا ما عندي ما ندير ليها، راه هي باركه في الدار. اليوم جاو هجموا عليها، هرسوا لها الدار كامله، التلفازه، كل شيء، ما خلاو حتى شي حاجه. لا لا واش هي ديال البنت؟ لا وحده اخرى. خلاصيني هاد البنت راه شدها بحال هكا. لا لا ما شدتش لها وجهها، لا لا ممنوع، باقا الدري قاصر ما. لا شد لها على التحت. شكون هي؟ هذه بنتي. هذه اللي عندها المشكل. لا
صافا خلا خلا. ولا الشده بلي عرفوا راه حتى هي كاينه. شكون صافي حنا ما كذبناك. انا كنشوف انا شوف راه عندها بنت اخرى ما نبينوش لموجاهم، راه مازال الوليدات ما عندهم حتى شي دم في هذا الشيء كامل. فوصلنا لنهايه المباشر، الله يهدي مخلق، ونتمنى 2020 تخرج دغيا باقرب وقت ممكن، ونشوفوا حتى 2021 كتدخل بالسلامه، لان كل نهار كنسمعوا اخبار كتخلع. الله يصوب، تبارك الله عليكم. الرقم باش نعاود نذكركم، الرقم هو هذا اللي مكتوب 0655 35 96 13. هذا هو الرقم ديال المساعده اللي باغي تساعد مع السيده اللي عنده شي تلفزيون باغي يجيبها لقبلات وليدات الصغار اللي كيلعبوا غير في الزاج، ما عارفين حتى شي حاجه، ما ذنبهم والو، تزادوا لقاو الوضعيه ديالهم بهذا الشكل. التلفازه راه ترسات ليهم، الفراش ما كاينش، هذه الحاله ديالهم في هذا الدار. قبح الله الفقر والجهل، لان وحتى بعض الوالدين اللي كيكونوا سبب في معاناه الابناء ديالهم، كيف السيده حكات القصه ديالها مع الام ديالها اللي لحتى وهي عندها 4 سنين أو 5 سنين وكتخدم في الديور كتصبن وكتجفف، فما لقاتش شي الحنان ديال الوالدين وديال الخوت. يعني ما نحكموش على الواحد، كل واحد عنده الظروف ديالو، حنا ماشي كنحاكموا، فقط اتصلت باش نوصلوا الصوت ديالها وتحسوا بها طمعا، يعني في مساعده منكم اللي يقدر يعاونها في سبيل الله. كيف كنقولوا كل واحد والظروف ديالو، حتى هي كانوا عندها ظروف اكيد، ولكن النتيجه والضريبه غاليه، لان هذوك الوليدات الصغار باقيين صغار 3 سنين 5 سنين، اصغر واحد عنده 3 سنين، فشنو ذنبو في الحياه؟ البنت 13 سنه ما عندهاش الخلق، ما عندها حتى شي حاجه، الحاله المدنيه ما عندهاش، ما عرفناش هاد الوليدات كيفاش غادي يطلعوا من هنا للمستقبل. فنتمنى ولا كانت شي جمعيه شهدت المباشر، نتمنى انهم يتفاعلوا مع هاد السيده اجابه بدخل، وتساعدوا معايا يشرحوا ليها ويقدموا لها يد المساعده كيفاش تقدر تصاوب الوليدات الاوراق ديالهم. اذا هذا ما كان، تبارك الله عليكم.